لقد كان لدينا قيادة فاشلة تماما. هذه الانتخابات الأهم في تاريخ بلادنا. في ظل الإدارة الحالية نحن في حقيقة الأمر بلد تتدهور. لدينا أزمة تضخم التي تؤثر على حياتنا جميعا، وتتسارع فيها الأزمات وتؤثر على كل العائلات وتدمر مواطنينا. لم نرى مثل هذا الأمر من قبل. أيضا لدينا هجرة غير شرعية تضرب بلادنا وأزمات متصلة بهذه الأزمة، ونحن نقف هنا في هذا التجمع الرائع. هناك غزو كبير على الحدود البرية تؤدي إلى مزيد من الأمراض والفقر إلى مجتمعاتنا، وكل هذا يؤثر على بلادنا. وأيضا الكوارث الدولية التي يعاني منها العالم، وأصبحت هناك الكثير من الفرقة والخلافات، الحرب في الشرق الأوسط وأوروبا، وهناك شبح الصراعات في تايوان والفلبين وآسيا كلها. كوكبنا يعاني وعلى مقربة من حرب عالمية ثالثة، ذلك بسبب عمليات التسليح المتسارعة. لن تذهب أي دبابات أخرى لضرب أي جهة. نحن نعمل على خفض التصعيد. حان الوقت للتغيير. هذه الإدارة لا يمكن أن تستمر في تسبب المزيد من المشاكل. علينا أن نأخذ موقفا حاسما. هم أشخاص مرعين وليس لدينا من يخاف. لدينا أشخاص لا يهابهم أي مأزق. لا نرغب في أن نرى بعض الأشخاص يتلاعبون بالانتخابات. لذلك فاليوم أنا أتعهد أمامكم جميعا، لكل الشعب الأمريكي، أن أنهي أزمة التضخم بشكل فوري وخفض معدلات الفائدة. سوف نقوم بحل كل هذه الأزمات. Can you believe what they're doing? هل تصدقون ما عملناه؟ By doing that, we will بفعل ذلك سوف نقود بلادنا إلى مستوى كبير، ونحل التدهور، ونحل أزمة الطاقة والسياسات ذات الصلة بالطاقة، وسوف نعود إلى العهد العظيم، وسوف نفعل ذلك بمستوى لم يشهده أي شخص من قبل. هناك الكثير من الأمور المتفرقة، وسوف نخفض الضرائب، سوف نطرح أكبر قانون لخفض الضرائب. لقد عملت على خفض الضرائب بالفعل، والآن نأخذ المزيد من العوائد بسبب لقد واجهنا أزمة كبيرة بسبب ازدياد الضرائب. ولكن في عهدي كانت هناك الكثير من الدوافع للاستثمار داخل الولايات المتحدة، وأتت المليارات من الدولارات داخل البلاد بسبب خفض الضرائب، وبدأت تخرج بسبب زيادة الضرائب. لقد واجهنا الكثير من التعقيدات، وقد رأيت الموقفين، ومئات المليارات من الدولارات من جانب بعض الشركات مثل أبل سوف تعود إلى بلادنا. سوف يكون لدينا اقتصاد قوي لم تره أي أمة من قبل، وحتى الصين لن تكون لها قدرة أن تضاهي اقتصادنا. وسوف نفعل ذلك مرة أخرى بشكل أفضل. سوف أنهي أزمة الهجرة غير الشرعية وغلق الحدود. سوف أنهي عمل السور الحدودي. في الجدار الحدودي هناك الكثير من الصعوبات في الكونغرس، وحسنا سأقول سوف نذهب إلى الكونغرس. أنا أدعوه غزو. سوف نعطي المؤسسة العسكرية حوالي 100 مليار دولار، بعد ذلك يمكن أن نقنعهم أن نأخذ جزء من هذه الأموال لاستكمال الجدار الحدودي باستخدام التمويل. لأن ما هو أفضل من ذلك؟ علينا أن نوقف هذا الغزو داخل بلادنا الذي يقتل مئات الآلاف من المواطنين كل عام. لن نترك هذا يحدث مرة أخرى.
سوف أنهي كل أزمة دولية التي تسببت فيها الإدارة الأمريكية الحالية بما في ذلك الحرب الشنيعة بين روسيا وأوكرانيا التي لم تكن لتحدث إذا كنت الرئيس، والحرب التي تسببت فيها الهجوم على إسرائيل التي لم تكن لتحدث إن كنت رئيس. إيران لديها 250 مليار دولار، ربما يكون هناك توسط لإنهاء هذه الأزمة، ولدينا كونغرس عضو ديمقراطي لقد ذكر أن إيران أفلست. إذا ما اشتريت من إيران لن نسمح لك بفعل أي أعمال داخل بلادنا، وبالتالي لن يكون لديك فرصة لأي استثمارات. وهو قال لي حسنا لن يشتروا النفط، وأنا مستعد لفعل أي صفقة. لقد كانت النتائج شنيعة للغاية، لن نسمح بذلك مرة أخرى. بعد نتائج الانتخابات لن نسمح بفعل ذلك مرة أخرى. وسوف كانت عمل مع العقوبات المفروضة، والآن إيران على مقربة أن يكون لديها سلاح نووي، وهو أمر لم يكن على نفس الوضع من قبل. هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وكما ذكرت مرارا وتكرارا، إذا ما رأيت أسوأ 10 رؤساء في التاريخ الأمريكي لم يكن لديهم مقدرة لفعل ما فعله بايدن من دمار في بلادنا. لن أستخدم الاسم مرة أخرى. مرة واحدة ذكرته، الدمار الذي تسبب فيه إلى بلادنا أمر لا يصدق. معا سوف نستعيد الصورة الأمريكية الملائمة والثقة، سوف نستعيد الحس العام في اتخاذ القرار.